هلو دير فريندز، ويلكم تو ا نيو ايبسود اوف بروجرام مدرسه على الهواء. طلاب وطالبات الشارع ده بنحييكم، بنرحب بيكم في حلقه جديده من برنامجكم مدرسه هواء للفصل الدراسي الثاني. النهارده هنبدا معاكم مع يونت 10. يونت 10 از انتايتل ترافلينج فور ورك. يونت 10 فيها جرامر كتير كده، حاجات هنناقش فيها الفيوتشر فورمز، كل انواع الفيوتشر. ركزوا معانا كويس قوي في حلقتنا النهارده علشان خاطر تعرف امتى تختار ويل، امتى تختار جوينج تو، امتى تختار البريزنت كونتينوس، امتى تختار البريزنت سيمبل. حاجات احيانا بتلخبط الطلبه شويه، هنناقشها مع بعض النهارده في موضوع الفيوتشر فورمز. في بدايه الحلقه بنرحب مستر محمد. هلو مستر محمد، I'm happy to host you today. I'm very happy to Mr. Subhi and today we are going to discuss unit 10. ويونت 10 دي يا مستر صبحي يونت جميله جدا في بدايه الفصل الدراسي الثاني. طبعا بنحب نهني ابنائنا الطلاب بالتفوق والنجاح في الفصل الدراسي الاول، والحمد لله طبعا كان المراجعات اللي قدمناها في الفصل الدراسي الاول كان ليها صدى كبير جدا في جميع الامتحانات اللي جت في المحافظات، وده طبعا كان باين عن طريق التواصل مع الطلاب في محافظات تمام. مصر. وبمناسبه التواصل معانا تليفون من اسيوط، انعام. انعام صح كده؟ هلو انعام، هاو ار يو انعام؟ انت عملت ايه في الترم الاول يا نعام؟ الو. ايوه بقولك، عملت ايه في الترم الاول؟ جبت 29 من 30. 99 وايه؟ 29 من 30. 29 من 30، بسم الله ما شاء الله. الف مبروك يا نعام. الف مبروك، كونجراتوليشنز يا نعام. طب نعام، في بدايه الفصل الدراسي الثاني بقى، عندك اي سؤال تحب تساليه ولا تحب تشاركي معانا في اسئله البرنامج؟ لا انا كنت عاوز اشارك يعني في الاسئله وكده، يعني بعد تمام الشرح وكده. تمام. طب احنا عندنا في اليونت ده، احنا قبل ما نناقش الكلمات الاول، عندنا في اليونت ده الفيوتشر فورمز، اشكال المستقبل كلها، الفور فورمز، الاربع اشكال بتوع الفيوتشر المستقبل. مستر محمد، في جمله كده عاوزين نناقشها مع انعام على الفيوتشر. لو قلت مثلا يا انعام شي انتندز، يا ريت نكتب جمله مستر محمد لانعام، شي انتندز to visit اسيوط. انا لازم اخليها اسيوط طبعا علشان خاطر الانعام. to visit اسيوط next week. تمام كده. you are requested، مطلوب منك تستخدمي كلمه going. عايزينك تستخدمي كلمه going بقى كده في بدايه حلقتنا النهارده، وتقولي للطلبه ازاي هنستخدمها هنا وليه. يا ريت نوطي صوت التلفزيون ونسمع من التليفون افضل. يعني انا استخدم جوينج تو يجي جاب لها تصريف تالت، فهي عشان شي هختار از. از شي از شي از. تمام، يعني هنقول يا نعم شي از جوينج تو فيزيت اسيوط نيكست ويك. تمام، شي از جوينج تو فيزيت اسيوط نيكست ويك. تمام، يعني هي هتزور اسيوط نيكست ويك، الاسبوع القادم. طب عايزين نشرحها بقى للطلبه، احنا جبنا جوينج تو ازاي وليه. احنا بنقول نيكست ويك، يعني بيعبر عن الفيوتشر. طب ينفع استخدم ويل هنا بدل جوينج تو؟ ويل بس عشان هنا عندنا انتند. تمام، انا بقى عاوز اتك على حكايه انتند دي، عايزك تتكي على موضوع انتند ده والطلبه ياخدوا بالهم منها. دي انتنشن، نيه. تمام كده. اي ينوي، يعني النيه دي بتيجي مع جوينج تو. تمام، يعني هو لو قال لي تعبيرات كده معينه مستر محمد هيكتبها لنا دلوقتي، زي تمام. مثلا كلمه انتند وبلان. بلان مش بلين، لا بلان. بلين دي طياره، بلان اللي هي يخطط. بلان. وكمان ايه تاني وايه تاني تقدري تقولي لنا ايه تاني؟ ايه تاني؟ يعني امتى اجيب جوينج تو؟ مستر محمد هيكتب لنا دلوقتي كلمه بلان. طبعا يا نعم، احنا في عبارات بترتبط بجوينج تو، عندنا بلان تو، بلان تو، وعندنا انتند تو، وعندنا ديسايد او ديسايدد تو. كل العبارات دي بتدل على ان في انتنشن او بلان، يعني خطه او نيه. لا، وممكن برضه يقول لي مثلا هاز ذا انتنشن تو، من ضمن الحاجات برضه اقول هاز ذا انتنشن تو، يعني مثلا اقول احمد هاز ذا انتنشن تو، احمد عنده النيه ان يعمل كذا. يبقى في الحالة دي استخدم برضو كلمة going to. going to. تمام؟ ده بالنسبة لاستخدام going to. طب هنشوف جملة تانية برضو نناقش فيها معاك الفيوتشر يا نعم؟ اوكي. طيب عندنا برضو مستر محمد، هنشوف جملة كده مع نعم. لو قلت مثلا احمد is clever، هنكتب الجملة برضو. احمد is clever.
جملة بقى multiple choice. Is clever. I think. I think. He dots the exam. يا ترى بقى هنشوف الاختيارات مع بعض كده. Will pass. ولا is going to pass. ولا passed. ولا has passed. يلا فكري كده يا نعم. انا بقول احمد is clever, احمد شاطر. I think he dots the exam. عندك الاختيارات will pass, is going to pass, ولا اقول passed, ولا has passed. is going to pass. طب ليه بقى؟ انا عايزك تقولي لي ليه. طيب هو بيقول لنا ان احمد شاطر, بس دي صفه شخصيه, الصفات الشخصيه مش دليل. طالما طب انت بتقول اهو, طب انت بتقول انها مش دليل. طالما مش دليل ما ينفعش اقول going to زي ما انت قلتي, تبقى ويل. صح كده؟ نعم. تسمعني؟ ايوه. انت قلتي دلوقتي ان دي صفه شخصيه, والصفه الشخصيه مش دليل. طب اما يكون في دليل بجيب ايه؟ بنجيب going to. صح؟ طب انت قلتي ان ده مش دليل, يبقى ما ينفعش اجيب going to, المفروض اختار ايه؟ ويل. تمام, يبقى ويل. يا ويل باس. عشان عندنا كليفر هنا اللي هي تعتبر يعني بيرسونال adjective, صفه لشخص. تمام, بنشكرك جدا يا انعام, ويا ريت نركز قوي على موضوع الفيوتشر فورمز, وانت ممتازه جدا, وبنهنيكي مره ثانيه على الدرجه الجميله اللي جبتها في الفصل الدراسي الاول. مستر محمد, يلا بقى نناقش مع بعض الفيوتشر فورمز باستفاضه بقى. تمام, ونناقش امتى نستخدم كل فورم منه. احنا مستر صبحي عايزين نقول للطلبه ان عندنا في يونت 10 فور فيوتشر فورمز, اربع تكوينات للفيوتشر, اللي هم عندنا استخدام ويل بلس انفينيتيف, جوينج تو بلس انفينيتيف, عندنا البريزنت سيمبل تنس, وده طبعا حاجه يمكن جديده مستر صبحي للطلبه ان هم يستخدموا البريزنت سيمبل للتعبير عن الفيوتشر, وايضا عندنا البريزنت كونتينيوس تنس اللي هو المضارع المستمر. ولكن الحته الجميله في اليونت دي ان احنا هنتعلم ان كل زمن من دول بستخدمه عشان يعبر عن حاجه معينه, وايضا بستخدمه لما يكون في شيء معين في الجمله. يعني عندنا نقولهم كده يعني, نبدا بويل يا مستر. عندنا طبعا احنا ما بنستخدم ويل بيبقى سبجكت بلس ويل بلس انفينيتيف. تمام, ده لما يكون الفورم بتاعها. وطبعا ما ننساش برضو فيه في النيجاتيف يا مستر صبحي, اللي هي وونت. اللي هي ممكن وونت بلس انفينيتيف اللي هي ويل نوت يعني. تمام, ده كده ويل. طيب الطالب يسال يقول امتى استخدم ويل, او بستخدم ويل لايه, الفانكشنز بتاعت ويل. طبعا ويل ليها اكتر من وظيفه. اول حاجه من ممكن نقول مثلا للكويك ديسيجنز اللي هي القرارات قرار سريع السريعه. تمام, وعندي كده اكزامبل هنقوله يا مستر صبحي عشان ندعم الكلام. لما واحد يقول اي ام فيري هانجري, يعني معناه ان انا جعان جدا, وبعدين يقول اي ثينك اي ويل هاف ا ساندويتش. ا ساندويتش. طبعا الجمله دي بتعبر عن ان شخص يعني جاله كده شعور بالجوع, فبالتالي هو عمل قرار سريع ان هو ايه, تو باي ا ساندويتش, ان هو يشتري ساندويتش. ده يبقى اول استخدام لويل, نتفق كده مع بعض, ويا ريت نكون فهمناها عشان بس اما نتنقل لنقطه ثانيه. ده الكويك ديزيشن, القرار السريع. مستر محمد قال لنا جمله, هنقول لك جمله ثانيه برضه عشان تبقى واضحه اكتر. لو قلت لك مثلا اي ام هوت, انا حران. I will open the window, هفتح الشباك. لسه بقول حران, رحت قال على طول هفتح الشباك, يبقى ده اسمه قرار سريع. لو قلت مثلا it's raining, الجو بيمطر outside, الجو بيمطر بره. I will take my umbrella, هاخد الشمسيه, يبقى ده اسمه قرار سريع. لسه بقول الجو بيمطر, قلت هاخد الامبريلا. ممكن اقول يا مستر صبحي مثلا the phone is ringing, I will answer it. I'll answer it. لما واحد يقول لي التليفون بيرن, انا هروح ارد عليه, يعني معناه ان هو ما كانش مخطط انه يرد على التليفون. ده اول استخدام لويل. الاستخدام الثاني يا مستر صبحي اللي هو حاجه بتعبر عن بروميس, الوعد, وثريت بالمره عشان يبقى بروميس اللي هو الايه, الوعد, ان انا بوعد شخص بشيء. ففي الحاله دي بستخدم ويل. يعني زي ما اقول لواحد اي ويل كول يو تونايت, يعني مثلا
when I am saying مثلا goodbye to my friend، يعني مثلا انا بودع صديقي وعايز اوعده اقول له ان انا هكلمك النهارده زي ما ساعات بنقول كده، اقول له I will call you tonight مثلا when I arrive home. لما يعني اوصل برضو ممكن نوعد واحد مثلا اقول له if you study hard، لو ذاكرت بجد I will buy you a mobile، هجيب لك موبايل، يبقى انا بوعده ان انا هشتري له موبايل. قلت I will، انا في كلامي قلت I will buy you، يبقى ده وعد. بعد كده مستر محمد نمبر 4 بقى 3 اللي عندنا ممكن نستخدم will for threatening، اللي هو يعني تهديد. اللي هو بنهدد شخص بشيء. يعني مثلا for example I can say for someone I will مثلا tell your father if مثلا you don't مثلا I will. تمام، هستأذنك مستر محمد. we have احمد from Giza. hello احمد، how are you؟ how are you؟ I'm fine thanks. احمد طمنا الاول على درجه الفصل الدراسي الاول. 29. بسم الله ما شاء الله، ممتاز يا احمد، اكسلنت، كونجراتيليشنز، بنهنيك يا احمد. شكرا. احمد طب عندك استفسار ولا تحب تشارك معانا في اسئلتنا النهارده؟ لا اشارك في الاسئله. تشارك في الاسئله. طيب عندنا سؤال كده هنقوله لاحمد يا مستر صبحي. اتفضل جو هيد. هنقوله له برضه في سياق الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو بتاع ويل وجوينج تو الحاجات دي. ممكن اقول احمد انكل از ايل، احمد انكل از ايل، سو هي دوتس تو ورك تومورو. احمد انكل از ايل سو هي سبيس تو ورك تومورو. هل هنا يا احمد نستخدم بقى وونت جو ولا نقول جوز ولا نستخدم doesn't go ولا isn't going؟ want to go. want to go، يبقى الجملة هنا بتعبر عن أحمد the uncle is ill so he stays to work tomorrow. يبقى هنستخدم الفيوتشر سيمبل في حالة اللي هو النيجاتيف يا مستر صبحي. الجملة هتبقى want to go to work tomorrow، يعني معناه إن هو هنا مش هيروح الشغل بكره because he is ill، لان هو ايه مريض. تمام ايوه صح كده. تمام. طيب عندك سؤال يا احمد او في استفسار عايز تساله؟ لا شكرا، بشكر حضرتك جدا. شكرا شكرا يا احمد، بنشكرك على احمد فور كولينج. مستر محمد كنا بنتكلم على استخدامات احنا ذكرنا وصلنا للثريت التهديد. حضرتك كنا بنتكلم على الثريت التهديد. لما قلنا مثلا لشخص I will call the police مثلا if you don't give me my money. لو واحد واخد من واحد فلوس فيقول له I will call the police او I will tell the police if you don't bring me my money. تمام. في عندنا برضو استخدام نقول بقى رابع لويل اللي هو مستر صبحي اوفر. ان انا ممكن اقدم عرض بويل. For example if my mom is tired I can help her by saying I will help you with housework. يعني شخص بيعرض على مامته انه يساعدها في الهاوسورك، يبقى ده بيعمل ايه يا مستر صبحي؟ اوفر، عرض. بيعرض I will help you with housework. حبيت حضرتك تحب تضيف حاجه في معانا نسمه من المحله. بسمه. بسمه هلو بسمه، هاو ار يو بسمه؟ I am fine thank you. بسمة طمنينا الأول كده. جيت أنا كنت جايبة المفروض مقفلة الامتحان ومنقصني. طب مقفلة، طب إيه الخطأ اللي كان يعني جبت كام يا بسمة؟ أنا؟ جايبة 29. طب الحمد لله. جميل جميل برضه يا بسمة، إن شاء الله الترم التاني تجيبي 30. لا يعني وارد برضه يا بسمة إن أحيانا في سؤال الباراجراف أو الإيميل يعني حتى لو أنا طالبة مقفلين الامتحان ممكن يكون في خطأ بسيط في الجرامر في الإيميل أو في الباراجراف، يعني مش شرط إن يكون الباراجراف بالظبط كامل، يعني ممكن يكون خطأ في الجرامر حاجة بسيطة يعني. مفيش مشكلة بسمة. طب عندك أسئلة ولا تحب تشارك في أسئلتنا؟ لا شكرا، أنا عايز أشارك معاكم في الأسئلة. تمام. طب مستر محمد عندي كده جمله برضو نقولها لبسمه. نقول كده يا بسمه، انت طبعا يا بسمه عارفه ان يونت 10 بتتكلم كلها على الفيوتشر فورمز. طب يا ريت يا بسمه كده تجاوبي معانا الجمله دي، بيقول ذا لايبراري سبيس ات 4 o'clock. ذا لايبراري سبيس ات 4 o'clock. سو please choose a book
كويكلي. معانا بس في الجمله دي؟ اه. هل بقى اختار كلوزد ولا از كلوزنج ولا اختار كلوزس ولا اختار از جوينج؟ طبعا تو كلوز. دايما يا بسمه نقرا الجمله كويس ونفكر. هي الجمله قدامك اهي معانا على الشاشه بتقول ذا لايبرري سبيس ات 4 o'clock سو بليز تشوز ا بوك كويكلي. تختاري ايه بقى يا بسمه؟ لازم نعرف الجمله بتعبر عن ايه. انت عارفه ان المكتبه بيبقى ليها ايه؟ مواعيد. اه مواعيد محدده. از كلوز يعني بتعبر عن تايم تيبل او زي ما بنقول فيكسد تايمز. از اي ان جي از كلوزنج. لا 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 ليه؟ هقول لك ليه. لان مستر صبحي حضرتك بقى اتفضل. بصي بسمه ده ميعاد ثابت. مستر محمد بيقول لك ده ميعاد ثابت. ميعاد المكتبه ده ميعاد ثابت. المواعيد الجداول المواعيد مواعيد القطر مواعيد الطائرات مواعيد الحصص المدرسيه مواعيد الافلام مواعيد البرامج مواعيد المسرحيات المسرح كل الحاجات المواعيد الثابته دي بنستخدم فيها البريزنت سيمبل المضارع البسيط. تمام كده؟ اه المضارع البسيط. يعني انا مثلا اما اجي اقول هاري اب بقول لصاحبي بسرعه يلا بسرعه ذا فيلم ستارتس. انا قلت ستارتس مضارع بسيط ذا فيلم ستارتس ات 7 o'clock بسرعه. تمام كده. يبقى نستخدم ايه؟ كلوزس. اه بس المهم يا بسمه طبعا مستر بس المهم تكوني فهمتيها يعني. اه وضح لك توضيح جميل. اه يعني زي ما انت بتقول على البرنامج بتاعنا ذا بروجرام ستارتس ات 5 بي ام. اه اما اقول مثلا ذا انجلش بروجرام برنامج الانجليزي ستارتس ات 5 بيبدا الساعه 5 ده ميعاد ثابت. المواعيد الثابته دي حتى لو انا بتكلم حتى لو انا حطيت كلمه تومورو بكره برضو لازم اخليها بريزنت سيمبل مضارع بسيط. ماشي. تمام. بنشكرك جدا يا بسمه على اتصالك واند كيب واتشنج اور بروجرام. عايزين مستر محمد نلحق نكمل برضو استخدامات. احنا قلنا اكتر من استخدام لويل يا مستر صبحي. في عندنا بقى استخدام مهم جدا لويل اللي هو بريدكشن اللي هو التنبؤ ويز او ويزاوت ان ايفيدنس اللي هو لما يكون شخص بيتنبأ بس ما فيش في الجمله ايه؟ دليل. وده طبعا فرق مهم جدا بين ويل وبين جوينج تو. يعني ممكن الطالب عايز يعرف يعني ايه اتنبأ بدون دليل. يعني لما مثلا اقول اي ثينك ناخد بالنا من الجمله دي كده ات ويل رين تومورو. يعني انا هنا ما عنديش خالص اي دليل في الجمله فعشان كده بقول اعتقد ان المطر هيسكت بكره. ده اسمه بريدكشن اه وزاوت ايفيدنس. يعني انا ما عنديش دليل ما عنديش دليل. بالنسبه لموضوع الدليل ده برضه عشان ما تلخبطوش نفسكم الدليل ده حاجه انا بشوفها بعيني او بلمسها بايديا يعني حاجه واضحه قدام عيني كده. اما يكون عندي دليل واضح قدام عيني بنجيب جوينج تو. يعني مثلا لو انا قلت مثلا شيز بريجننت كلمه بريجننت دي معناها حامل شيز بريجننت الحمل ده حاجه واضحه قدام عيني شيز بريجننت ساعتها اجيب going to اقول she's going to have a baby هتجيب بيبي دي ما فيش فيها كلام هي واضح قدامي انها pregnant. لكن احيانا ويل بقى بجيبها اما اكون تنبؤ بدون دليل يعني او توقع بدون دليل. يعني انا مستر محمد مثلا انا اهلاوي ومستر محمد زملكاوي. لا العكس العكس ما فيش مشكله. لو انا بقول مثلا I think الزمالك will win the match اعتقد ان الزمالك هيفوز بالماتش مستر محمد هيقول هتقول مستر محمد اي ثينك الاهلي ويل وين ذا ليج مثلا ويل وين ذا ماتش مثلا ويل وين ذا ليج يبقى هو انت قلت رايك مستر محمد قال رايي وانا قلت رايي ولا لا هو عنده دليل ولا انا عندي دليل ده اسمه توقع او تنبؤ بدون دليل. لكن لو عندي دليل حاجه باينه قدام عيني كده في الحاله دي استخدم جوينج تو. عشان كده في عبارات مستر محمد يا ريت نكتبها برضو للطلبه. في عبارات بقى مهمه بترتبط بويل زي اي ثينك تمام اي ثينك لان ده شيء غير مؤكد. تمام. في عندنا اي بروميس اما شخص يقول لشخص ابوعدك. في عندنا اي اكسبكت طبعا مهمه. تمام. جدا اللي هي الموعد بتوقع. يعني معناه مش مؤكد. وممكن يقول بيرهابس اللي هي طبعا احنا عارفين بتدل على انسرتينتي يعني عدم التاكد. ممكن ميبي ميبي وممكن مستر صبحي بروبابلي بروبابلي بروبابل بوسيبلي بوسيبل كل الحاجات اللي فيها الاحتمالات دي ام شور ام سيرتين كل الحاجات دي بستخدم ام شور يا ريت الطلبه بقى يكتبوا الحاجات دي العبارات دي بجيب معاها ويل نكتبها كده في كراستنا بسرعه سريعا بستخدم معاها ويل بس بشرط برضو ان ما يكونش فيه ايفيدنس اور ايفيدنس اور بريزنت رياليتي ما عنديش دليل او حاجه ملموسه تعرفني ان الفعل ده مؤكد انه هيحدث.
I think, I hope, I'm sure, I expect, I كلمة promise أقول probably, probable, possibly, possible, it's a certain that, it's possible that, it's probable that. كل العبارات دي بستخدم بعديها well عشان أعبر عن prediction تنبؤ في المستقبل. إيه تاني مستر محمد؟ عندنا بقى مستر صبحي بالنسبه لويل اعتقد يعني قلنا كده هي بس حاجه بسيطه بس هي الريكوست الطلب الريكوست ممكن الريكوست برده ممكن نستخدمه مع ويل بس تبقى ويل يو طلب. تبقى في صيغه الانتروجاتيف فيري استفهام والفيوتشر فاكت كمان يعني بقول لواحد ويل يو اوبن مثلا ذا دور بليز يعني ده كده بعمل طلب بويل يبقى ويل هنا وظيفتها الريكوست وفي حاجه اسمها فيوتشر فاكت الحقائق المستقبليه بالذات الخاصه بالعمر فيوتشر فاكت دي اللي هي حاجه يعني ايه هتحصل زي ما اقول لواحد هاو اولد ار يو يقول اي ام 12 مثلا فاقول له نيكست يير هاو اولد ويل يو بي نيكست يير هتبقى عندك كام سنه اي ويل بي يقول مثلا اي ويل بي مثلا 20 او 15 مثلا ماشي اوكي نيكست يير ده اسمه فيوتشر فاكت ده يبقى احنا كده نراجع مع بعض بقى الحاجات اللي قلناها دلوقتي بالنسبه لاستخدامات ويل كلها قلنا ويل بستخدمها في الكويك ديزيشن في القرار السريع بستخدمها في البريدكشن تنبؤ وزاوت ايفيدنس بدون دليل بستخدمها في الاوفر العرض بستخدمها في الريكويست الطلب بستخدمها في الفيوتشر فاكتس الحقائق المستقبليه دي استخدامات ويل ومستر محمد هيناقش معانا دلوقتي جوينج تو بس احنا معانا كولر اونلاين هالو الو 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 يس واتس يور نيم بليز حسن هلو حسن هاو ار يو اي ام فاين ثانكس حسن وير ار يو فروم ماي نيم از حسن منين يا حسن وير ار يو فروم اي ام فروم من ساوث سيناء ساوث سيناء ساوث سيناء اي لايك ساوث سيناء ساوث ولا نورث لا ساوث سيناء نورث سيناء نورث سيناء نورث سيناء فروم تور اور اور شرم الشيخ اوكي نورث 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 سيناي تمام يبقى انا من شمال سيناء تمام اهلا بيك يا حسن احنا بنرحب بيك وبكل اهلنا في شمال سيناء عندك سؤال ولا تحب تشارك في اسئلتنا يا حسن لا انا بحب اشكركم على المجهود اللي عملتوه معايا في الترم الاول وفضلكم اي هاد في المارك تمام برافو بنهنيك جدا بنهنيك كونجراتيليشنز يا حسن مبروك يا حسن الفول مارك الدرجه النهائيه بنهنيك وبنحييك تحيه كبيره قوي قوي يا حسن ويا ريت تكمل معانا دايما عندنا دايما ان شاء الله كل اسئلتك هتلاقيها موجوده معانا والحاجات لو في اي حاجه صعبه يا ريت تتصل بينا على تليفون البرنامج. طب بمناسبه بقى مستر الصبح ان حسن جاب الفول مارك فهنقول لك يا حسن جمله كده حلوه نحلها معانا؟ بحب اشارك معاكم يعني. طيب اتفضل شوف كده يا حسن الجمله دي بيقول I am going to buy a new house next months معانا يا حسن؟ مع حضرتك طيب بيقول لك استخدم intend اتفضل مساء اتفضل يا حسن شايف الجملة معانا؟ I'm going to buy I'm going to buy a new house next month عايز استخدم كلمة intend يا حسن until I am going to ونحط I intend to تمام يعني أقول I intend to إيه؟ buy a new house يعني نكمل الجملة حتى النهاية. Next month. I'm going to buy a new house next month. تمام. طب مستر محمد بالنسبة لكلمة promise كان من شوية مستر حسن كان معانا كلمة promise قلنا إن بيجي معاها will تمام؟ طب أنا هقول جملة كده أشوف كده الاختيار مستر محمد لو قلت dad promised خليتها promised. يا ريت تكتب مستر محمد كده. يعني أقول dad. Dad promised. Dad. Promised. Promised. He not. He dots me a car. Well, نكتب اختيارات بس مستر محمد سريعا well حسن معايا؟ مع حضرتك well would باي بقى وكان yes. وفي كلمة باي بقى بعد النقط مستر محمد نقط ماشي نقط يعني will باي will باي ولا would باي ولا can باي طب كفاية الثلاث اختيارات دول يلا حسن dad promised and all to promised لاحظ ان هي promised مش promises he not me a car will buy ولا would buy ولا can على طول هكذا will buy will دي وعد زي ما حضرتك قلت دي وعد الوعد بجيب معاه will صح؟ اه
صح. طب بص بقى هقول لك على حاجه، هي هتبقى وود مش ويل. انا عارف ان ده سؤال صعب شويه، بس انا حسن بقى جايب الفول مارك، فعايزين نقول المعلومه دي. لو كلمه بروميسد في الماضي اجيب بعدها وود مش ويل. تمام كده يا حسن؟ احنا بنشكرك جدا يا حسن على اتصالك. مستر محمد، dear friends, wait for us, we will back to you after a very short break. Welcome back. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، بنكمل حلقتنا النهارده. كنا بنناقش معاكم الفيوتشر فورمز، وقبل الفاصل كان معانا جمله على كلمه بروميس. احنا قلنا لو بروميس، لو جمله فيها بروميس او اكسبكت او هوب في البريزنت في المضارع بيجيب معاها ويل، لكن احيانا بيحب يختبر كده الطلبه الشطار الفائقين، يروح عاملها له بروميسد في الماضي، ففي الحاله دي اخليها وود مش ويل. مستر محمد نتكلم بقى على جوينج تو. جوينج تو طبعا الفورم اساسا يا مستر صبحي بتاع جوينج تو، بان انا بيبقى قبلها ام او از او ار اللي هو فيرب تو بي، وبعدين بتستخدم جوينج تو بلس انفينيتيف. ده الفورم اللي هو الطالب لازم يعرفه عشان يستخدم جوينج تو بطريقه صحيحه. طبعا احنا بنستخدم جوينج تو يا مستر صبحي لاكثر من حاجه. نمبر 1 فور انتنشنز اند بلانز اند بلانز، اللي هي يعني ايه؟ اما يكون عندي نيه او انتنشن او بلان تو دو سمثينج، اللي هو لعمل شيء، يعني مرتب او مخطط لعمل شيء معين. زي مثلا لما اجي اقول وي ار جوينج تو، وي ار جوينج تو ترافل مثلا تو الكسندريا او اليكس نيكست months او next week، وبقول we have put the tickets، يعني معناه ان احنا اشترينا التذاكر بتاعت السفر. يبقى معنى كده ان احنا عندنا intention او plan ان احنا نفعل الايه الشيء دوت. تمام. يبقى ده verb to be plus going to. برضو من ضمن استخدامات going to ان انا استخدمها بقى الحاجه مهمه قوي اللي هي الفرق بينها وبين ويل، لما يكون عندي بريدكشن يعني بتنبأ، ولكن ويز ان ايفيدنس اللي هو مستر صبحي الفرق بينها وبين ويل بقى. اللي احنا كنا بنقول ويل من شويه وداوت ان ايفيدنس بدون دليل، لكن لو انا بتنبأ بشيء هيحدث او على وشك الحدوث وعندي دليل قدامي زي ما حضرتك قلت من شويه حاجه ملموسه او ممكن اشوفها، بستخدم going to. يعني مثلا لما اجي اقول the sky is cloudy، ده كده بنقول عليه evidence، السماء مغيمة. وبعدين اقول it's going to rain، يعني انا هنا عندي في الجملة دليل اهو اللي هي او ممكن اقول it's getting cloudy او the sky is cloudy، وفي الحالة دي بستخدم it's going to rain. ده بنقول عليه prediction with an evidence، يعني ترتيب او نية او تنبؤ مبني على دليل. برضو ممكن استخدم going to لما اكون بتكلم على يعني intend to بقى. معانا تليفون بني سويف. الو الو مروة، ازيك يا مروة؟ how are you؟ I am fine thank you. مروة عملتي الاول الترم الاول؟ طمنينا. انا من الازهر جبت 17 من 20. تمام، برافو برافو يا مروه. مروه عندك اسئله او اي استفسار الاول؟ انا عندي استفسار على زميل، يعني سؤال عطته لي زميلتي بس عايزه يعني استفسر عنه شويه. اتفضلي. بيقول احمد مستر محمد ريت تكتب بسرعه بس يا احمد is clever I think. انا بتهيألي احنا لسه قايل الجمله دي من شويه بس مفيش مشكله. احمد is clever I think. ما انا عارفه ان انت حضرتك لسه جايله. بس انت اخترت ويل بس لام، طب ما هي المفروض ان احنا كنا نختار جوينج تو. ما انا لسه انا قلت برضو، وكانت معانا اتصال كانت زميلتك قالت ووضحتها وقلناها ان احمد از كليفر، احمد شاطر، بس ده مش دليل ان هو هينجح في الامتحان. انت فهماني؟ في قاعده كده بتقول يا مروه ان الصفات الشخصيه ليست دليل، نكتبها كده كلنا، الصفات الشخصيه ليست دليل، يعني الصفه الشخصيه ده مش دليل على انه هينجح. فهماني؟ ماشي. يبقى القاعده بتقول تاني يا مروه احمد از كليفر، الجمله بتقول احمد از كليفر، احمد شاطر، بس ده برضو دي صفه ليه، ده مش دليل ان هو هينجح في الامتحان. هقول لك مثال تاني، انا لو قلت مثلا
سامي از فاست، سامي سريع. اي ثينك اقول هي ويل ولا جوينج تو وين ذا ريس، هيفوز بالسبق؟ اقول اي ثينك هي ويل وين ذا ريس، اعتقد ان هو هيفوز، ما اجيبش كلمه جوينج تو لان انا ده مش دليل ان هو هيفوز. هو سريع اه بس جايز في حد اسرع منه، جايز هو بيجري يقع. لكن لو انت شايفه بعينك ان احمد خلاص وصل لاخر السباق وبقى اول واحد وهو اللي هيفوز، ده خلاص يبقى شور هو اللي هيفوز، في الحاله دي تستخدمي جوينج تو. فهمتيني يا مروه؟ وي لوست، فقدنا الاتصال بمروه. موضوع ويل وجوينج تو مستر محمد في حكايه التنبؤ بدليل او بدون دليل، هاكد عليها مره ثانيه، الصفات الشخصيه باكد المره الثالثه ليست دليل، ده مش دليل. يعني مثلا اما اجي اقول سامي از انتليجنت، سامي ذكي، اقول اي ثينك هي ويل مثلا جيت هاي ماركس، اعتقد انه هيجيب درجات عاليه، ما اقولش از جوينج تو، لان حكايه انه ذكي دي ده برده مش دليل انه هيجيب درجات عاليه، لان القاعده عموما بتقول لي كده، في قاعده عامه بتقول ان الصفات الشخصيه ليست دليل. ونكمل مستر محمد، الدليل بقى اللي حضرتك كنت بتقوله دلوقتي بالنسبه، احنا كنا بنقول على ان لما اكون بتنبأ وعندي في الجمله ايفيدنس او دليل بستخدم جوينج تو، زي الجمله اللي بتقول ذا سكاي از كلاودي، دي دليل قدامي، زي ما احنا بنقول شوف السماء مغيمه بنقول ايه اتس جوينج تو رين، هنا الجمله فيها دليل اللي هو ذا سكاي از كلاودي. اه ده دليل واضح بقى عشان مروه بس لو متابعانا دلوقتي تسمعنا، ده دليل واضح، يعني انا بقول اتس كلاودي، الجو مغيم، حاجه قدام عيني باينه خلاص، يبقى اقول اي ثينك اتس جوينج تو رين، ده دليل ان الجو هيمطر، دي مش صفه شخصيه. مستر محمد بالنسبه لبقيه استخدامات جوينج تو، هو برضو كنت عايز اضيف حاجه بس الصبح، ان الطلبه ساعات وشفت ناس بيسالوا على اي ثينك، دايما الطلبه مرتبط عندهم ان اي ثينك ترتبط بويل، لا طبعا. فدي حته مهمه برضو، وفي طلبه سالونا فيها كتير، ان لما يكون في اي ثينك بس الجمله فيها ايفيدنس او دليل يبقى بستخدم جوينج تو، لكن لو في اي ثينك والجمله ما فيهاش ايفيدنس او دليل استخدم ويل. تمام، عارف في الحته دي مستر محمد يعني عشان نسهلها شويه كده ونفهمها كلنا مع بعض، تاني اي ثينك اي هوب اي اكسبكت، الكلمات دي كلها بيجي بعديها ويل، انا متفق مفيش مشاكل، بس لو عندك دليل الدليل اقوى من الاعتقاد، يعني كلمه اي ثينك معناها انا اعتقد، الدليل اللي عندك ده اقوى من الاعتقاد، فعشان كده نستخدم جوينج تو حتى في وجود اي ثينك، لو موجوده كلمه اي ثينك برضه اجيب بعدها جوينج تو طالما عندي دليل، لكن لو مفيش دليل وبتنبأ او بتوقع وبقول حاجه كده انا مش متاكد منها، في الحاله دي نجيب ولا. هو احنا كده اتكلمنا على جوينج تو من الصبح اللي هي فور انتنشنز اند بلانز اند فور بريدكشنز ويز ان ايفيدنس، اللي هو التنبؤ المبني على دليل. باقي حاجه اخيره بس مستر محمد في جوينج تو، اللي هي نقدر نستخدمها برضو في حاجه اسمها actions about to happen، يعني افعال على وشك الحدوث، يعني دايما كده اربط في دماغك كلمه going to بحاجه خلاص قربت تحصل، عشان برضو تفرق قوي قوي، انا عمال افرق لك ببعدها قوي عن ويل او بفرق لك بينها وبين ويل، ان حاجه قربت تحصل، يعني we have الاول منار from فيوم، هلو منار. هلو مستر، هاو ار يو؟ ام فاين. منار طمني ايه اخبار الترم الاول؟ الحمد لله جبت درجه مئويه. بسم الله ما شاء الله، كونجراتيوليشنز منار. بنبارك لك يا منار وبنهنيك تهنئه كبيره جدا، وعايزين دايما التفوق ده ان شاء الله في الترم الثاني وفي المرحله الثانويه كمان باذن الله. هو انا عايز اشكر حضرتك على المجهود الرائع لحضرتك والمستر بذلتوه معانا الصراحه. شكرا يا منار، احنا بنشكرك واحنا بنبقى سعداء جدا بتواصلكم، وبنبقى سعداء اكتر لما بنعرف الدرجات الجميله اللي انتوا جبتوها دي وان انتوا قفلتوا الامتحان. تحياتنا لكل طلبه الفيوم طبعا يا منار. وطبعا لازم نبقى عارفين ان ده مجهود قائم من قنوات النيل التعليميه، مخرجينها والمشرفين عليها والقائمين عليها، ناس بتسهر وبتتعب كتير جدا. طبعا لازم تبقى عارفه الموضوع ده منار، على ما بنقدر نوصل لكم على الهوا كده عشان نرد على الاستفسارات كلها. منار عندك استفسار النهارده بالنسبه لحلقه النهارده؟ لا انا عايز اشارك. تشاركي تمام. طب مستر محمد عايزين نقول جمله لمنار برضو، عايزين بقى منار بقى اللي قفلت كده نديها جمله صعبه شويه، حاجه من اللي بتلخبط الطلبه برضو. يعني في منار كده عندي جمله بتقول ماي بلان، ماي بلان از تو سبيند the holiday in Hurghada. معانا يا منار؟ ايوه. شايفة الجملة؟ ايوه. طيب you are asked to use going to. الجملة بتقول my plan is to spend the holiday in Hurghada. حتى going to؟
going to. اه يبقى هبدا ب I اللي هي السبجكت وال I am. I am going to. I am going to. Spend. Spend. The holiday. The holiday. In Hurghada. Yes, excellent Manar. The holiday in Hurghada. Yes. تمام منار اكسلنت ممتازه. طبعا احنا استخدمنا جوينج تو عشان خاطر دي بلان، بيقول ماي بلان خطتي. فاهمه الجزئيه دي؟ طب لو هنشوف جمله ثانيه برضو كده مستر محمد، لو قلت مثلا اتس ارينجد، هنكتب جمله مع بعض كده اتس ارينجد، جمله بقى مالتيبل تشويز مش ري رايت. اوكي اتس ارينجد اتس ارينجد اي دوت ماي انكل tomorrow. Will visit. Well, am going to visit. Will visit. Well, am visiting. Am visiting. Well, is visiting. هي هتبقى ام فيزيتنج عشان ارينجد من استخدامات البريزنت كونتينيوس. تمام ممتازه. لا منار هايله، انت هايله بسم الله ما شاء الله. تبقى بنهنيك يا منار. طبعا ممتازه ممتازه ام فيزيتنج عشان خاطر كلمه اتس ارينجد زي ما انت قلتي دي ترتيبات، الترتيبات بستخدم فيها البريزنت كونتينيوس. بنهنيك مره ثانيه يا منار وبنشكرك على تواصلك معانا، وتابعي حلقاتنا ان شاء الله هتلاقي استفساراتك كلها موجوده معانا في الحلقه. بنشكرك جدا يا منار. وبنرجع مستر محمد هنتكلم بقى على البريزنت كونتينوس. البريزنت كونتينوس طبعا مستر صبحي بنستخدم السبجكت بلس فيرب تو بي ام از ار بلس فيرب بلس اي ان جي، ده اللي هو الفورم بتاع البريزنت كونتينوس. وطبعا المضارع المستمر مستر صبحي لما بنستخدمه في فيوتشر ده برضه يمكن حاجه جديده للطلبه، عايزين نقول لهم ان احنا بنستخدمه بقى للايه؟ للي هي البيرسونال ارينجمنتس، الترتيبات. الترتيبات اللي هي بتاعت شخص. يعني انا مرتب ان اعمل حاجه في الفيوتشر، يعني مثلا ممكن اقول فور اكزامبل اي ام باينج ا نيو موبايل فون، اي ام باينج ا نيو موبايل فون تومورو. يعني معناه ان انا مرتب اني بكره اشتري موبايل فون. تمام. ده بنقول عليه حاجه شخصيه، يعني مش حاجه فيكسد او حاجه محدده بمواعيد او شيء. يبقى انا استخدمت هنا فيرب تو بي اي ام باينج، وبعدين الجمله في نلاحظ ان في نهايتها جت كلمه تومورو، يعني بتدل على ان الشيء ده يحدث في الفيوتشر. يبقى دي بنقول عليها الارينجمنتس اللي هي الترتيبات. اتفضل. بالنسبه للفورم الاخير بقى مستر محمد، عندنا بريزنت سيمبل. عايز برضه بس الصبح افكر الطلبه ان البريزنت سيمبل كنا بنستخدمه لو السبجكت اي او يو او وي او ذي، بنستخدم معاه الانفينيتيف. ولو السبجكت هي شي ات او طبعا مفرد، بنستخدم معاه الانفينيتيف بلس اس او اي اس او اي، ده اللي هو بريزنت سيمبل. وبنستخدمه في الفيكسد تايم تيبلز، في جداول المواعيد الثابته، يعني زي ما قلنا مثلا مواعيد المسرح، مواعيد السينما، مواعيد البرامج، مواعيد الافلام، مواعيد الحصص المدرسيه، كل الحاجات دي بجيب فيها. يعني بقول مثلا ذا ترين ليفز، ناخد بالنا في الجمله دي ذا ترين ليفز ات 6 بي ام، يعني القطر بيغادر الساعة 6. اند اولسو وي كيم تو ذا اند اوف اور بروجرام فور توداي، وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، سعدنا بها جدا وسعدنا باتصالاتكم ومشاركتكم معانا على تليفون البرنامج. مستر محمد ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو مستر صبحي. وطبعا كنا النهاردة سعداء جدا بتواصل الطلبة معانا، وكمان النتائج الجميلة اللي الطلبة عرفونا بيها، وكان طبعا كلهم في الترم الاولاني حريصين على متابعه البرنامج، ويتمنى الترم الثاني يبقى افضل باذن الله. ان شاء الله بنتمنى لكم التوفيق دايما، وبنهنيكم على زي ما قال لنا مستر محمد على درجات فصل الدرس الاول، وبنوعدكم ان شاء الله في حلقاتنا الجايه هنقدم لكم اسئله كويسه جدا، وحاجات كل استفساراتكم هتلاقوها موجوده معانا في حلقتنا. دير فريند ثانك يو فور واتشنج اند سي يو نيكست تايم.